محروسة كانت وما زالت وستبقى قاعدة واحدة: إن كنت عربيا ولا تحب مصر فابحث لنفسك عن قومية أو لغة أخرى. من الحاجات الجميلة الرهيبة اللي موجودة في لافيستا السقالة. السقالة هذه تسويها وتشوف المنظر الجميل اللي عندك. يس، اليوم ما في سباحة عشان الموج عالي. يا حبايب يا حبايب، البحر جدا جميل، موج عالي، ما حد يقدر يسبح جوا، لكن خلينا نقدر نلعب هنا في الشاطئ. روعة. خلاص خلينا اقعد العب مزاج مع اولادي. احنا اسمه ايه ده؟ ويست وينج. شكرا شكرا الف شكر. شوفوا يا سلام. ويست وينج اساسا هو ما عندهم محل، وبيجربوا اساسا انه يفتحوا، هم يحقون ايفنتات عليهم وينجز تراديشنال وبونلس من الاخر، لكن المشكله ما في حتى الان موجودين الا غير هنا. ما اعرف كيف هقول لكم المتعه حقت الوينجز اللي دوبنا اكلناها، شيء كده من الاخر. وعلى المويه، وعلى الرغم انه ما في سباحه اليوم، لكن حقيقي يوم جدا جميل. جلسنا نلعب بالامواج، المسبح رهيب، اكلنا برجر ما له حل، الوينجز عظيم، يعني ده لسه البدايه. انا ماني عارف قديش يعني الواحد ياكل في البلد دي، لكن دي مصر. واستراحه محارب مع الجو الجميل ده بعد البحر والتعب اللي سويناه والاحداث بعد كده. احنا جينا على دبلو زحمه. مهم كده دبلو مليان سيارات زحمه وناس جالسه كافيهات ومطاعم وللل. هنا الناس تمشي بس تقعد، يعني الناس تمشي بس تقعد، كيف كده؟ يعني الناس تمشي وتشتري. كيكيز اللي عرفنا عليه مصطفى من سنتين واصبح جزء من الادمان، فده اهداء ليك مصطفى. We miss this dude. مصر الحياة، مصر الأمل، مصر الشهامة والعمل. كيكيز ذكريات جميلة ورائعة، قهوة كده، تشيز كيك كده، كل شيء كده. شكله حلو، شوفوا حلو، عصفور النيل هذا حلوة، بترينا تجنن بس. والله حلوة الجلسة دي. سمكة الرزق. عصفور النيل موجود في دبلو، موجود في الزمالك في القاهرة. اللي في الزمالك تعالوا، هذه هو شوفوا، دي يافطته جايين ناكل في 72. فتة شاورما يا حنان؟ ايوه فتة شاورما. مصر النجاة، مصر السفينة، وعلى أمان بيتنا مينا. الله يخلي. قولي باي. Oh.